جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مسح الشخص رأسه في الوضوء وأراد أن يمسح أذنيه، هل يلزمه أن يأخذ ماء جديدا أو يكفي الماء الذي مسح به رأسه؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أنه يكفي بقية الماء أو بقية البلل الذي مسح به رأسه، لأن الأذنين من الرأس فيمسحان بما يمسح به الرأس. نعم.